لذلك كان من قوله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يراق دم إنسان مسلم بغير حق. وهذا الدين به يكون الإنسان عظيما في ملكوت السماوات والأرض، إذ بهذا الدين وبالإسلام الذي يعتنقه الإنسان المسلم يكون غاليا عند الله وعظيما في ميزانه جل جلاله، ودمه له من الحرمة والقداسة الشيء العظيم. لذلك كان من قوله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يراق دم إنسان مسلم بغير حق. وأن هذا الإنسان المسلم الله جل جلاله يخبر عما له عنده سبحانه وتعالى من المكانة حين قال في الحديث القدسي: ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وبها يتبين للإنسان أي مكانة له بهذا الدين.